مش اكتر. تمام تنوره. طبعا هذا اللي انا بتكلمك بيه. الزلمه بس الزلمه شكله طالع يا عيني يا طلع من جوا. أغنيتي في 2021 أكبر معاك طبعا ونصير 100,000، فأتمنى أن أنت تحققوا لي إياها. لو أنت لسه جديد على القناة أتمنى أن أنت تنزل تحت وتشترك في القناة وتفعل تنبيه الجرس الفائقة حزين يصلك كل جديد، وأتمنى أن أنت تدعس هان لايك ومتابعيني حبايبي. اتمنى لو فيك واحد او اثنين او ثلاثة بتابعنا ومش مشترك اتمنى ان انت تشترك، وغمضوا عينيكم واتمنوا هيك اغنية تتحقق لكم ان شاء الله في 2021. طبعا هذا اخر يوم من 2020 ودخلين على سنة جديدة ان شاء الله، ان شاء الله تكون خير علينا وعليكم ان شاء الله. طبعا هاخدكم بجولة، خليكم معايا وتشوفوا انتوا بنفسكم. طبعا حكون محرج كتير لانه حكون في الشارع حمشي، فمحرج كتير كتير كتير. مش عارف كيف حيكون رد الناس انه ماسك سيبه وكاميرا وكده وبصور وانا ماشي. فخليكم معانا ونروح المكان اللي انا بدي اخدكم عليه. فيلا طبعا ونحن ماشيين هنتكلم لانه انا بس حضل ماسك الكاميرا هيك، مش عارف هل حيكون صوتي مسموع لإلكو لأنه في حيكون دوشة اللي هو الشارع وكده. فيلا نشوف ايش بطلع معانا. طبعا يا جماعة الخير حنحكي اللي هو شوية مواضيع وحنتكلم كمان للمتابعين اللي سألوني أسئلة وأنا حرد عليها إن شاء الله. احنا ماشيين طبعا نيجي لاختصار لحياتي. طبعا يا جماعة الخير في ناس كتير بتقول لي يا ابو ادم جيب بهارات، جيب رومي ابيض، جيب وجيب 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 وجيب. طبعا يا جماعه الخير انا الحد اللي عندي او شغلي الخاص ما بسمحليش انه انا اجيب اللي هو الطيور هذه كلها. وكيف يعني مش عارف كيف اوصلكم اياها. تمام الدخل محدود الي، فيا دوب يعني ان انا قادر ان انا اامن لاولادي لقمه كريمه ونومه كريمه. فهي كل القصة انه انا نفسي اجيب معاكو. انا قبل هيك طلعت معاكو وقلت لكم يا جماعة الخير وصلوني خليني اوصل عدد من المتابعين اكتر. كل ما وصلت اكتر كل ما زاد اللي هو عندي يعني الفانز، وطبعا الارباح بتزيد وكل اشي بزيد. فانا الكلام هذا بأجيب طيور ثانية وبأكبر في المزرعة. يعني انا هلقيت في الحال اللي انا فيه مش قادر ان انا اكبر في المزرعة. طبعا انا عندي يعني طيور وعندي نسبة الدجاج ومن الكلام هذا، ولكن ايه انت العلم بدي يا عمو انا بدي كيف بدي اطوره بدي اجيبه بدي اعمل، ولكن ما فيش اللي هو سيولة بس مش اكتر. تمام تنورة. طبعا هذا اللي انا بتكلمك بياه. لا ايبا شو احنا تنورة خلاص يا شباب خلاص هدو تمشي مثل خير تنور عشان خاطر امشي هاي خروف. وحنتكلم كمان في القصة اللي هو الرقد الرومي وكيف بدنا نسوي لوباب الرومي وكده. تمام فخليني بس ايش اخذ من نفسي. تمام يا جماعه الخير بالنسبه للرقد او بالنسبه لوضع البيض، اول لما تيجي الروميه توضع بيض، اول ما توضع البيض بتحاول ان انت يعني تخفي البيض تبعها. لما انت تخفي البيض تبعها وتحط لها بيض ثاني على سبيل المثال ممكن من هي يعني حبيبي الله يرزقك يا اخو ممكن من هي يعني تاخذ البيض الدجاج يعني تتمنى انه هي يعني بيضها. واول ما تخلص ال 21 او ال 24 او اللي هو 14 بيضه حيتم اللي هو الرقد عليها وما فيش اي مشكله. وانت ساعتها ايش بتجيب البيض اللي جمعته وبتحطه وين؟ بتحطه تقريبا يعني تحت اللي هو الرومية. طبعا انا حاسس حالي زي الاهبل وانا ماشي بتكلم في الكاميرا الناس تطلع علي.
طبعا يا جماعه الخير، في من الاسئله الثانيه اللي اجتني، في سؤال جاني عن اللي هو تربيه الكتاكيت الرومي ومن الصغر، في هذا الشيء واجب. هلا حبيبي حبيبي يا عم، بالنسبه للكتاكيت الرومي بالذات فلازم نهتم فيها اكثر، لازم نهتم فيها اكثر من اول يوم لعند سن اللي هو شهرين. بمعنى انه لو انت صار عندك كتاكيت رومي بعمر اللي هو 4 ايام، لازم انه انت تحط لهم الطعام اللي هو على نمره واحد او بادي، وبنفس الوقت يا جماعه الخير توفروا لهم ميه وسكر. الميه وسكر ايش بتعمل؟ بتعمل لهم زي طاقه لإلهم، تمام. اما بالنسبه للبيض المسلوق فهو بيفتح الشهيه عندهم، فاحنا بننصح اول اسبوعين انهم تطعمهم بيض مسلوق لانه بيفتح الشهيه معهم، تمام. فبس هذه هي اللي انت بدك تسويه. بعد اللي هو شهرين بامكانك ان انت تحط لهم علف نمره 2 او نامي، ولكن مش دغري تحط لهم اياه، يعني اخلط النامي مع البادي وقلت لهم اياه يعني كيف مخلوط اول اسبوع او اسبوعين، تمام. وبعدين ايش هيتعودوا عليه؟ طبعا انا اكيد في منكم معظمكم كثير عرف انا وين رايح. طبعا يا جماعه الخير رايحين نجيب اللي هو الاعلاف، وحنتكلم كمان في الاعلاف هذه. وطبعا في متابعين كثير بيقولوا لي من وين انت بتجيب الاعلاف تبعتك؟ طبعا زي ما انتم شايفين هذه ترمبه مشتهى، وانا صراحه بقشر من عند شاب من دار سماره، علفه كثير 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 ممتاز. فحلقيت احنا وصلنا له وحنوصل هو عنده. طبعا هنتكلم برضه في الحلقه هذه قديش انا بطعم طيوره من الاكل وقديش بدهم مصروف يعني اسبوعي. طبعا انا معودته ان انا اجيب اللي هو طعام اسبوعي. ليش؟ لانه اول حاجه بدي اعرف قديش بستهلكه، ثاني حاجه انا بدي اوفر يعني شيء، ابدا من شيء يعني اولادي ابدا في شيء ثاني، فاهمين علي؟ لانه الحد يعني كلكم عارفين اوضاع البلد والحصار على قطاع غزه والى ذلك، طبعا اللي هو الحال الحمد لله والحد محدود وبس. فوصلنا عند اللي هو الزلمة، بس الزلمة شكله طالع يا عيني وبلا، طلع من جوا. ايوه روح يا بروح تفرج. تمام يا جماعة الخير، عشان الدوشة اللي برا. طبعا يا جماعة الخير هذا كان استوديو قبل هيك، كنت وانا صغير اجي اتصور هنا وصاحبنا تعرف عيني وبلا وصاحبنا مساء الخير شباب، وصاحبنا طبعا له المحل. ف من وقتش انت هنا؟ احنا؟ من دينة 7 سنين تقريبا. ايه له 7 سنين وهو؟ في كمان حاصل تاني. وطبعا انا بشتري من عنده من 7 سنين وانا بشتري من عنده وزبونه يعني. فيش لما يكون مسكر بتلاقيني بضطر اروح اشتري من عند غيره وبتندم، لانه العلف اللي بيكون فيه والله العظيم العلف اللي بيكون في الخلطة. في الخلطة اللي بشتري من الثاني من واحد ثاني يعني تجارية، مش عارف، بحس حمام بياكل هوش بسيبه. صحيح. والدجاج كمان بسيبه. فاديني هالقطة زي ما انا متعود اخذ رطلين. انا يا بادا طبعا انا باخذ لا هو لا باخذ الرخيص ولا باخذ الغالي، باخذ الوسط بين اللي هو خير الامور اوسطهم، بين الامور اوسطهم. يعني بمعنى انه انا باخذ اللي هو لا هو ابو الستة ولا ابو الاربعة، باخذ ابو الخمسة، تمام. فهنا بعبي لي قاعد. وطبعا يا جماعة الخير زي ما قلت لكم ترمبة مشتهى، اسألوا غاد عن اعلاف سمارة. الامانة والله الاعلاف هذا انا مجربها، انا مش جاي اعمل له دعاية ولا اسوق له، لا والله زباينه يعني بسم الله ما شاء الله عنده زباين كثير وعنده بما فيه الكفاية، الله يزيده كمان. فحناخذ اللي هو الاعلاف، واختصارا للوقت لانه طولنا معاكم، تمام؟ فحناخذهم ونروح. كل مره ايش بدي؟ تجيني وانا مش حالق، امبارح كنت بتحلق مزاج. طب انت معك حلم انه في السنه هذه انا حلقت 12 مره؟ بالله في السنه اللي راحت 2020. انا حلقت في 2020 12 مره. انا كل اسبوع. وهي الحلاق تبعي بتابعني. اذا انا بغش في كلامي خليه يحكي لك ويكتب لك تحت انه انا بغش في كلامي، والله انا بحلق كل شهر ونص او كل شهر. طب السنه مش بخل ولكن ثقه عمياء. تمام يا جماعه الخير، حناخد العلاف ووجهنا على المزرعه وليتس جو. طبعا يا جماعه الخير وانا مروح مش قادر اصور لكم لانه ماسك في ايد اللي هو الارطال اللي جبتها، وامر متعب ان انا امسك السيبه
وبنفس الوقت انه انا اصور وبنفس الوقت امسك وكده. فخلينا ندخل ونكمل الفيديو جوا في المزرعة. طبعا انا طلعت معكم هيك على اساس انه تغيير في القناة، بدل ما كل يوم في القناة في القناة في القناة اطلع اللي هو البيت والطيور والكلام هذا، خلينا ايش نغير وخلينا ندخل ونشوف. طبعا جماعة الخير اول ما دخلت حطيت لهم اللي هو ياكله لانه كانوا منزعجين كتير. طبعا جماعة الخير لو انت وصلت معنا من حد هذا من الفيديو بشكرك كتير 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 وشكرا لإلك. طبعا جماعة الخير بالنسبة للكلام اللي انا حكيته فهذا هو الواقع. انا مش طالع اني انا يعني اكذب عليكم او اطلع انه انا ما انا عارف انه انا اطلع اشحت، لا والله ما عمريش طلبت منكم حاجة ولا قلت لكم بدي شغلة، فهذا الامر الواقع ليش نهرب منه. فان شاء الله ربنا يعني يحقق امانينا في 2021. طبعا يا جماعة الخير هذا اللي انا مفروض علي، يعني انا ما اخترتش اللي انا فيه، يعني احنا في غزة مفروض علينا الكلام هذا. احنا ما قلنا لهمش تعالوا احتلونا او تعالوا احصرونا او تعالوا الى اخره. فاي واحد بتمنى عيشة كريمة حياة كريمة يطعم اولاده لقمة كريمة. ما بديش اطول عليكم في كلامي هذا لانه انا بديش اجي اراسكم معايا. خلينا نروح نشوف قديش مقدار الطعام. طبعا حطيت لهم كف غاد عشان يلتهيوا ما يجوش عندي ويضلوا ينقروا فيا. طبعا الدنيا الصبح فخلينا نطعميهم ونشوف المقدار تبعنا. طبعا يا جماعه الخير بالنسبه للكف هذا فهو نص كيلو بالضبط. فانا بدي اللي هو الكتاكيت هذه الثلاثه ربعه او ثلثه وغاد ثلث ثلث. فهلقيت حنشوف. طبعا زي ما شايفين لسه ما اكلوا ومش شحت فيهم. وحندي اللي هو العون والعيناء وشحبور وشحبورة. طبعا تلت 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 نص كيلو اتقسم على الجشتين وعلى الجشت يعني على الديك وجاجة والديك وجاجة واللي هو الكتاكيت الثلاثة اللي غاد. فهذا عادل تمام، هذا الامر عادل. خلينا نحط للعيناء ونحط للشحبور وشحبورة ونكملهم لهدول. طبعا نازلين بياكلوا ما شاء الله عليهم وهدول بدهم هم ياكلوا. طبعا خلاص طعمناهم اصبح انه نحن نص كيلو الصبح، نص كيلو الصبح للدجاج اللي هو هدول والكتاكيت، نص كيلو الصبح ونص كيلو في الايش في اللي هو الظهيرة يعني قبل اللي هو المغرب او العصرية تمام. وعندنا اللي هو اديناهم كف ونص توي وحنديهم لقيت نص كف لكل الطيور اللي تحت هذه لكل الطيور. فاصبح انه احنا بنديهم كفين الصبح وكفين في الليل. طيب والحمام يا ابو ادم ادي له كف واحد لانه مش كتير يعني، خلينا ندي له كف. طبعا زي ما شايفين هذه هي، حنرجع نطعم. والله عارف عارف ان انت جعانين عارف خلاص ايه. طبعا حمد اللي هو الحمام الكف هذا نص كيلو زي ما قلت لكم. خلينا ايش بس نسكر على حالنا عشان ما يطلعوش دنيا. طبعا هذا هو نص كيلو لب يلا يوم هم نازلين بيطيروا بدهم ياكلوا فنزلوا لانه انا بحط الاكل على الارض زي ما شايفين. بحط لهم نص كيلو الصبح ونص كيلو في الليل، اصبح بياخذوا كيلو في اليوم. طب كم حمامه هم تقريبا سبعة جوز، سبعة جوز يعني ما يعادل اللي هو 14 حبه فبياخذوا كيلو في اليوم. فبس هذه هي اللي هو الفيديو لهذا اليوم واتمنى يكون عجبكم وقدرنا نوصل لكم فكره هيك وتكلمنا وتمنينا هيك أمنية خفيفة ل 2021 إن شاء الله تتحقق. طبعا هاي زورو إجاني إجري بدي ياكل بياكل قاعد هدلك ملايين بياكلوا. فبتمنى أكون خفيف عليكم ما كنش تقل الدم عليكم. وبالنسبة للأولاد اللي كانوا يجروا ورايا في الـ في الـ في, الـ في الشارع وكده فهذا إشي يعني مش متعودين عليه انه يلاقوا حد يعني معاه كاميرا وبصور. وهذا انا قلت لكم كمان، انا قلت لكم انا قلت لكم انه انا حكون محرج لانه ما فيش عندنا حد يمسك هيك كاميرا ويقعد يتكلم.
فحكون محرج. فبس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك هان تحت. لو اول مره بتفوت قناتي وبتشاهد الفيديوهات، اي نعم الفيديو هذا ما لهوش يعني هيك، ولكن ادخل في القناه ولف لك لفه حتستفيد ان شاء الله، واشترك في القناه تحت هان. وبس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبك الفيديو تسلخ لايك. لو اول مره بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعيل تنبيه الجرس الفائق بحزن لسنك كل جديد. حبايبي بتمرش عليكم يوم الابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبعا يا جماعه الخير العيناء تقريبا مش عارف ايش قصتها، هنعمل حلقه عليها. مش عارف هل رجعت تجمع بيض ولا لا. فانا حاسسها انه هي قامت على البيض، قعدت لها 3-4 ايام راكده على البيض وبعدين مش عارف ايش صار معاها فقامت. فانا رجعت الديك عندها حسيتها بترجع بتبيض، فحقول لكم ايش بصير معي اول باول. سلام يا جماعه.